بتبقى مسافر اي مكان في العالم وبتستخدم بطاقتك الائتمانية بكل سهولة ومن غير خوف، بتشتري اونلاين من مواقع كتير وبكل ثقة، لانك واثق ان في سيستم بنكي مش سهل اختراقه، ولانك عندك البين كود. ولو دخلت بقى جوه اي ماكينة صراف آلي في العالم وتفحصتها هتلاقي صندوق اسمه عطلة بوكس. بطل حلقتنا كل عمليات الصرف الآلي في بقاع العالم بتعتمد على اختراعه اللي بسببه حصلت طفرة في تقنيات أمن المعلومات ولقبوه بأبو البين كود. وشارك في اختراع تاني قال عنه مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية انه اختراع رائد طور الحياة والثقافة حول العالم. انا محمد الزمزمي واهلا بيكم في أصله عربي. في 24 ديسمبر عام 1924 في مدينة بورسعيد المصرية اتولد الطفل محمد عطلة، وكان شغوف بالعلوم والظواهر الطبيعية، وعلشان كده بعد الثانوية قرر انه يدرس في جامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس العلوم. وبعد تخرج محمد عطلة من كلية العلوم قرر يسافر أمريكا علشان يكمل دراسته هناك، واللي كان حابب انها تكون في مجال الهندسة فأخذ الماجستير والدكتوراه من جامعة بيردو الأمريكية في الهندسة الميكانيكية. ومن بعدها بدأ عطلة رحلته في غزو عالم الصناعات الإلكترونية. الغربة مش حاجة سهلة، وعانى منها كتير من الأسماء العربية اللي سطعت في سماء الغرب، ومن بينهم طبعا دكتور محمد عطلة اللي قرر يغير اسمه لجون مارتن عطلة، ويقال بسبب العنصرية والاضطهاد لكونه عربي، وده بعد ما انضم للعمل في معامل بيل اللي أسسها مخترع التليفون جراهام بيل، وهو يعتبر أول عربي ينضم لمعامل بيل. وبالرغم من ان الفترة اللي قضاها عطلة في معامل بيل كانت مثمرة واسفرت عن اهم اختراع هيغير مسار التكنولوجيا لحد النهاردة، وهو مشروع تطوير الترانزستور، الا انه عانى من اضطهاد زملائه بسبب بقى تخصصه الهندسي البعيد عن صناعة انصاف النواقل. ومع ذلك قدر محمد عطلة بالتعاون مع الكوري داوين كانغ بتطوير تقنية الاكسدة الحرارية واختراع ترانزستور موسفت، واللي عمل ثورة في مجال أشباه الموصلات، ولحد النهاردة بيتم استخدامه في كافة الأجهزة التقنية والكهربائية. واللي بيميز موسفت عن أي ترانزستور قبله هو إن استهلاكه للطاقة أقل وسرعة تبديل عالية، بالإضافة بقى لحجمه الصغير، وده اللي بيخليه الخيار الأمثل في صناعة الدوائر الكهربائية للحواسب الآلية بالتحديد. فبعد ما كان جهاز الكمبيوتر ضخم جدا بسبب العدد الكبير من وحدات الترانزستور اللي موجودة في الكمبيوتر الواحد، قدرت شركة انتل تنتج اول جهاز كمبيوتر صغير معتمد على موسفت سنة 65، وهو 4004. وعشان تتخيل معايا أهمية وجود ترانزستور موسفت، خلينا أقولك إنه وفقاً لآخر إحصائيات لمكتب براءة الاختراع الأمريكية بتوضح إنه تم إنتاج حوالي 13 سيكستليون من موسفت من يوم اختراعه لحد دلوقتي. وقال المكتب كمان إن تصنيع ترانزستور موسفت ساهم في تغيير شكل الحياة والثقافة حول العالم، وهو ينتمي إلى قائمة أبرز الاختراعات التقنية في تاريخ الصناعة الإلكترونية إن لم يكن أبرزها على الإطلاق. قرر الدكتور عطلة الانتقال لشركة HP، وهناك بقى هيتم إنشاء قسم مخصوص لصناعة أنصاف النواقل لأول مرة في تاريخ الشركة، وهيكمل أبحاثه وهيشتغل على تطوير الشاوت كي دايود وتفادي المشكلات اللي كانت موجودة فيه، وتعتبر الشاوت كي هي الوصلة اللي بتتحكم في مرور التيار في الدوائر الكهربية، واللي هيميزه هو إنه هيقدر ينقل التيار المنخفض الجهد. وكمان هيقوم محمد عطلة على تطوير أول شاشة ليد سنة 68 تحت اسم HP LED Screen. وفي سنة 69 هيسيب عطلة شركة HP علشان يبقى مدير قسم الإلكترونيات الضوئية ونائب رئيس شركة فريتشايلد. وبعد سنين طويلة وإنجازات كبيرة في مجالات صناعة الإلكترونيات هيقرر عطلة تغيير مجال أبحاثه في سنة 72، ويركز أبحاثه على تقنيات التشفير وحماية البيانات، وهيأسس بقى شركته الخاصة اللي هتكون باسم عطلة كوربوريشن،
ومن هنا هيعمل نقلة في مسار المعاملات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي الـ ATM عن طريق تقديم اختراعه عطلة بوكس سنة 73، ودوره هو حماية عمليات التحويل المالي، والنهاردة هو المرجع الأساسي لجميع عمليات الدفع بالبطاقات. عطلة بوكس عبارة عن جهاز تخزين بيانات بيقدر يوفر الحماية لحوالي 250 مليون عملية مالية بالبطاقات المصرفية كل يوم، وأكثر من 90 مليار عملية تحويل مالي سنوياً، ويعتبر هو الوسيلة المرجعية الأساسية لعمليات التحويل المالي من خلال الـ ATM. ولحد النهاردة الشركة بتنتج عطلة بوكس بنفس اسمه حتى بعد ظهور نسخ متطورة منه وبيع الشركة وتغيير اسمها إلى يوتيماكو. وكمان الدكتور عطلة كان ليه دور مهم في تطوير رمز التعريف الشخصي البين كود، واللي بيقوم على حماية معلومات المستخدمين والتحقق من صحتها، واللي من خلاله يقدر الشخص يقوم بأي عملية بنكية من أي مكان في العالم بحماية وأمان. تقنية البين كود ليها أهمية كبيرة في تحسين المعاملات البنكية وكل المعاملات الرقمية في عصرنا الحالي وحماية بقى بيانات المستخدمين. وأطلق على محمد عطلة لقب Father of the Pin. في سنة 1990 أعلن البروفيسور محمد عطلة اعتزاله العمل، ولكن بعد 3 سنين رجع من تاني وأسس شركة تريستارا سنة 93، وده بقى بعد ضغط من مديرين البنوك والمصارف المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بسبب خوفهم من توقف الابتكارات في عمليات حماية وتأمين البيانات. مسيرة العالم محمد عطلة كانت حافلة بالجوائز والتكريمات، وأبرزها ميدالية بنجامين فرانكلين في الفيزياء سنة 75 عن ترانزستور موسفت. وفي 30 ديسمبر سنة 2009 أسدل الستار على حياة البورسعيدي محمد عطلة بعد أن توفى في كاليفورنيا. محمد عطلة خلد اسمه باختراعات وإنجازات سهلت حياتنا في مجالات كتير وأمنت معاملاتنا المالية. في النهاية أيها المتابع العربي الجميل، وانت بتشتري أي حاجة أونلاين أو تسحب فلوس من أي ماكينة في العالم وبتكتب البين كود، افتكر العالم محمد عطلة Father of the Pin، اختراعه اللي هيفضل في التاريخ أصله عربي. وبكده خلصت حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقة وتشترك في القناة. شكرا، واشوفكم في حلقة جديدة.